هذا هو الاستشفاء الدستور. احنا معنانا اننا كنشاركوا على الدستور اللي هو قانون باش المغرب ديالنا يتمشى على الاشياء اللي اختاروها المغاربه للمغرب. احنا ما جاوش عندنا من فرنسا ولا امريكا ولا المانيا داروا لنا الدستور، لا، داروا لنا نخبه ديال المغاربه وقالوا لنا الدستور ديالنا بغيناه يكون هكذا، واختاروا فصول واختاروا بنود واختاروا مؤسسات باش يتمشى عليها القانون. نعطيكم مثال بسيط، مثلا تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص معناها كي ولدي كي ولدك كي ولد وزير كي ولد قايد كي ولد عامل كي شكون ما بغى يكون، اذا كانوا عندهم المستوى واحد في القرايه او في المهنه ما خص شيء يسبق لي ولد اللي عنده النفوذ، ولد اللي كيحكم، لا، يمشيو يديروا مباراه ويكونوا متكافئين في الفرص، واللي ينجح هو هذاك، وهذا هو اللي كنبغيو عليه دائما، كنقولوا علاش هادو كيخدموا وعلاش حنا ولادنا ما كيخدموش، فجاء القانون كيقول لك تكافؤ الفرص. جاء كذلك القانون كيقول لنا بأن المرأة والرجل متساويين في الحقوق، وعليهم واجبات. هذا القانون ما كيخليش الحقوق ديال المرأة تنهضر باش يقولها وانت غير امرأة، لا، جا كيساويها. في الدستور كذلك تكلم على الشباب وتكلم على العجزة، الناس اللي ذوي الحاجة اللي براغين، وتكلم عن الكبير وعن الصغير، بحيث أي مغربي ومغربية لما كيحل الفصول ديال الدستور كيوجد راسو فيها، ما كيوجدش راسو على الهامش. نساوي تكلم على الناس الخارج ديال الداخل، تكلم على الشباب.